وني في اللحظة بعد ما تكلمنا عاود مرة ثانية على هادشي ديال العناكب اللي كنسميو لي زاغيني غوج، اي العناكب الحمراء والصفراء. الفلاح دائما خصو يدير واحد التتبع في هاد اللحظة هادي فاش كتكون الحرارة مرتفعة، يشوف يحاول يشوف واش ما بداوش لي زيكلوزيون ديال الرسيلة، حيت في هاد اللحظة هادي الا كانت الحرارة كتساعدها راه يقدروا يخرجوا لي جينيراسيون ديالها الاولين. لذا كان نصح الفلاحة باش يدير واحد العملية اي المراقبة ديال الضيعة ديالو، وحاول يراقب واش مازال ما خرجاتش ارتيلة، واش خرجات، واش مازال، واش الى اخره. وكاين واحد العمليه حسابيه اللي كنديروا واحد لي بريليفون ديال واحد العدد ديال الوريقات، وكنديروا واحد الكونتاج العمليه حسابيه باش كنشوفوا واش وصلنا للعتبه ديال الرتيله. الا وصلنا للعتبه ديال الرتيله كندخلوا على حسب داك الشيء اللي عطاتنا في لي زيكلوزيون ديالها، واش عندنا لي لارفو لي زو، واش عندنا لي زو لي لارفو لي زادوت، واش بينما ما يمكنش تعطيش انا كسي سبيسيفيك قبل ما تعرف لا سيتياسيون ديال الضيعه ديالك، وقبل ما تعرف المشكل اللي عندك في الضيعه ديالك. هاد الرتيله هادي هي واحد الحشره خطيره اللي خصك تحضيها، انه الا ما حطيتيهاش راه تقدر تلف لك الشجر ديالك كله، وغادي دير لك واحد الضرر في هادشي ديال الاوراق وفي هادشي ديال الشجر كله بصفه عامه، وغادي تخليك الحبه ما غاديش تزيد. لذا كنصح الفلاحه دائما يراقبوها، ولا يشوفوا الناس اللي عندهم خبره في هذا الميدان هذا يستشروا معهم. وحاجه اخرى كنطلب من الفلاحه دائما يراقبوا البي اش ديال الماء ديالهم، الحموضه ديال الماء ديالهم، واش ما كاينش اسيد ولا شي حاجه يكون طالع بزاف وكتستعملوا راه ما يقدر يعطيك شي نتيجه. لذا مراقبه ديال البي اش دو، باش الا كانت عندك كان عندك البي اش ديال الماء طالع بزاف، كاين دي برودوي دو ريغيلاتور دو بي اش دو اللي كنسميو المعدل ديال اشد الحموضه ديال الماء، باش كيجي هذا البرودوي الا قديتي مزيان كيجيك كومباتيبل مع لو برودوي، ديك الساعه يمكن لك تخدم وتداوي وغادي تكون النتيجه ان شاء الله. لذا كنصح الفلاحه ما تداوي حتى تعرف علاش تداوي وباش غادي تداوي وتدخل فوقاش الى اخره. تحيه لكم من هرب موحه دائما، تقني سابق مصلحه حمايه النباتات ونصاد زرو. السلام عليكم ورحمة الله. يوم السبت 18 ماي 2019 الساعة تشير إلى 11:50 صباحا. تحية لكم من ضواحي مدينة أزرو إقليم إفران. السلام عليكم.